Comme Timothée, l'immokrajet, la dixième édition du baromètre des entreprises en Tunisie, les sénat al-filouar-bachlin, men a'adet EY, men a'jmouch n'ahkiwa ala l'ouab ala l'aqtisadi fi Tounes, ala l'baromètre hedaya, men ghir men a'hkiwa ala les start-up, ou nisma ansout les start-up, edek alish iji bahmena min bil khiraya l'moudir tafidi li sharikat Ineos, sahla sahla bik, min marhbe. عايشك بيك عايشك. سمعنا اراء المؤسسات صندوق الودائع والامانات المختلف الفعليين الكلاسيكيين. اليوم الشركه الناشئه كيفاش نجم تقرا انت في حد ذاتك كصاحب شركه ناشئه كيفاش نجم تقرا المخرجات نتاع الباغوميتر هذيا وهل ثم تشابه بالحق في المتطلبات نتاع الشركه هذيا مع متطلبات كذلك الشركات الناشئه في تونس؟ والله ان ليزون لي ريزولتا والنتائج نتاع الباغوميتر فما تقارب كبير بين وجهه الراي نتاع الشركات اللي يشاركوا وحنا كشركات ناشئه. وشركات ناشئه جينيرالمون كي تقرا سو جون دو ريفو اكثر حاجه نشوفوا لي زوبورتينيتي. بيان سور هذاك هو المايند سيت. لي مناس ومن الحاجه اللي جبدت انتباهي سيرتو اللي باغمي لي ميزور لي بلوس اورجونت pour améliorer la performance des entreprises, le cadre économique et social est un peu délicat, c'est d'optimiser les processus, c'est d'un peu renforcer la digitalisation. L'année où il y a l'opportunité, bien sûr, les startups, donc les principalement, les startups sont là pour résoudre des problèmes en utilisant ça, la technologie, dans la plupart des temps, ça, دونك هنا راهو اوبورتينيتي باهيه وين نجمو نتعاملو نحطو اليد في اليد مع لي زونتربريز بيان سور ونحاولو ونميليور لا بيرفورمانس دو نو زونتربريز. نيوما فما دي زانديكاتور زاد اللي هما انكيتون شويه كان مش اكثر شويه من شويه ديزون سيرتو كي نشوفو المخاوف تاع الشركات. دونك فما ان بوان اللي هو كونستونس دوبوي 4 ولا 5 ans اللي هي الانستابيليتي ايكونوميك. وجي بعدها فما حاجة ظهرت عمي وظهرت سمون الباغومتر وظهرت سنة أكثر شوية دوزيام بوان سي لا بريسيون فيسكال. لا بريسيون فيسكال وبارمي في الراي العباد زاد في الاخر قالوا يلفو كومبات ولا بلوز او موا نقصوا من لو سيكتور انفورمال شفناها اللي قاعد ياخذ اون غون بار بالضبط هذايا اون فويون كو لو سيكتور فورمال قاعد يحس في بريسيون فيسكال ou le secteur informel donc ça va pas limiter le secteur informel ça va le pousser donc peut-être l'État le politique je sais pas avoir des solutions combattre l'informel le contrôle c'est très coûteux c'est très difficile mais mettre des mécanismes pour incentiver la bête je t'aime le formel plutôt que l'informel d'alléger peut-être la fiscalité de façon entre autres le secteur formel compétitif mal informel etc peut-être que je me trouve une solution اكيد جدا شكرا لك كريم بالخير انا نفكر انك رغمي لي كينوت سبيكرز بعد شويه تبدا من 9 ونص حتى ل 11 ونص باش تكون في البانيل هذايا من تنظيم اي واي اللي باش تنبثوا على صفحه اي واي على لينكدين وفيسبوك والناس تنجم زاد تبعث الاسئله نتاعها هنا اون انفيت زاد لي ستارت اب انهم يركزوا شويه مع لي زاوت بوت كما كنت تحكي انت فما برشا حاجات فما دي زوبورتينيتي ينجموا يقراوها لي ستارت اب تونيزيان. شكرا ليك امين بالخير المدير التنفيذي للستارت اب انيوس على حضورك معنا لليوم. شكرا لكم الناس الكل اللي كنتم معنا رافقتونا من 7 نتاع الصباح في اكسبريسو. كنت معكم ندى منصور مقدم ميكرو تقوى في الاخراج الرقمي يوسف في الاخراج. قولكم